تاريخ السينما سواء المصرية أو العالمية دايماً بنشوف تصريحات من الفنانين على بعضهم، بس خلينا النهاردة بقى نتكلم عن السينما المصرية، وبالتحديد هنتكلم عن أحمد عز ومحمد رمضان. من فضلك قبل ما نبدأ في الفيديو ده اعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في قناة قعدة سيما اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل حاجة جديدة بننزلها هنا أول بأول. أحمد عز ومحمد رمضان ابتدى الخلاف بينهم من فترة كبيرة جداً، وده لما اتسأل أحمد عز في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن رأيه في الأفلام اللي بتتقدم دلوقتي، واللي كان منتشر في الوقت ده هي الافلام اللي من نوعية قلب الاسد والالماني وعبده موتة، ودول بقى كان بطلهم محمد رمضان. احمد عز رد وقال ان الافلام دي مش بتعيش وبتتنسى بسرعة مع الوقت، وقال ان هو مش بيقلل من اللي بيعملوها لا، بس ما ينفعش افلام زي دي تتعمل في السينما المصرية وكده. وانا شايف انه قال كده لانها افلام بلطجة والسيناريو فيها بيكون ضعيف جدا، وبرده مش معنى انها افلام اكشن مش شرط بقى انها تكون بلطجة ووحشة. طب في افلام كتير اتقدمت زمان في السينما وكان فيها اكشن وضرب، بس كانت المشاهد ممكن تتقبلها انت كمشاهد يعني. وقال ان هو عمل افلام عايشه زي ملاك اسكندريه مثلا، ولو هنبص للسينما المصريه في فيلم زي البيه البواب لاحمد زكي. هو قصده يعني ان لازم الممثل يقدم افلام تعيش. من وجهه نظر انا بقى الراجل حر، هو شايف ان نوعيه الافلام دي مش هتستمر لوقت طويل، ولكن انت كمشاهد بقى لو بصيت لكلامه دلوقتي هتلاقي فعلا نوعيه الافلام دي اتنست ومحدش بيتكلم عنها دلوقتي خالص. تعالوا نتكلم بقى عن رد محمد رمضان على احمد عز. محمد رمضان رد وقال بمناسبه ان الافلام بتاعته تعيش فالاعمار بيد الله، وان احمد عز ليه وجهه نظر وكل حاجه، وقال ان احمد عز قدم فيلم لو اتعرض على محمد رمضان ما يعملهوش. طيب هنا السؤال بقى، ايه هو الفيلم ده اللي لو اتعرض على محمد رمضان ما يعملهوش؟ وكان في تصريح تاني لما قال الرجوله افعال مش اقوال، بس لما اتسال في احدى اللقاءات التلفزيونيه قال الجملة دي بالتحديد، مش قصدي حاجة على أحمد عز. ومحمد رمضان أعتقد كان ليه حق الرد برضو على كلام أحمد عز، ولكن أنا من وجهة نظري بقى بعد مسلسل ابن حلال واللي حقق نجاح كبير جدا في سنة 2014، أعتقد محمد رمضان غير من نفسه في السينما كتير جدا، وده عن طريق أفلام زي شد أجزاء والكنز وآخر ديك في مصر. بس لغاية دلوقتي الخلافات ما خلصتش بين أحمد عز محمد رمضان. احمد عز في سنه 2019 اتسال في احدى اللقاءات عن كلمه نمبر 1، الراجل كان رده ان مفيش حد نمبر 1 وان كلنا بنشتغل، والقصد من كلامه ان المفروض الممثل يقدم افلام جميله للمشاهد يقدر يتفرج عليها حتى لو عدى عليها سنين كتير. وده طبعا رده بعد تصريح محمد رمضان سواء كان اغنيه او كلام قاله بانه نمبر 1. ولكن لو عملنا مقارنة بسيطة من حيث الإيرادات لأفلام محمد رمضان في السينما وأفلام أحمد عز، أعتقد الانتصار هيكون لأحمد عز وخصوصا في الفترة الأخيرة، وأكبر دليل على كده فيلم ولاد رزق اللي بيعتبر تاني أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد فيلم الفيل الأزرق لكريم عبد العزيز. أما ممكن بقى من حيث الدراما يكون التفوق لمحمد رمضان، وده لأسباب ترجع إن محمد رمضان مستمر في الدراما على عكس أحمد عز اللي بيشتغل على فترات بعيدة في الدراما التلفزيونية، عكس السينما بقى اللي منتظم فيها جدا. ودلوقتي بقى أنا عايز رأيكم في الكومنتات في الموضوع ده، وتقولوا مين اللي على حق ومين اللي غلطان. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في قناة قعدة سيما لو انتم مش مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد. واشوفكم على خير في الحلقة الجاية، والسلام عليكم.